بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم مراجعة سريعة عن الاي تيبل، الترابيزة الناس كتير بتسأل عليها. الترابيزة ثمنها عامل من 200 ل 220، موجودة عندنا في الستور ب 200 جنيه. الترابيزة بتستخدم ان انت تسند عليها اللابتوب بتاعك، وطبعا مزودة بنظام تبريد مروحتين، وتقدر ان انت تسند عليهم مثلا لو كوباية زي كده تحط عليها المتعلقات بتاعتك وانت شغال عليها. يعني الترابيزة طبعا سهلة الاستخدام، ان انت تقدر تستخدمها وانت نايم على السرير او انت قاعد على المكتب او اي الوضع اللي انت عاوز تستخدمه باللابتوب بتاعك بالترابيزه تستخدمه. نفتح العلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي مغلفه زي كده، نبدا نفتح الترابيزه. هي كده مقسومه متطبقه يعني بالشكل كده. اولا بيجي معاها طبعا وصلة اليو اس بي اللي انت بتوصلها علشان خاطر المراوح بتاعتها تشتغل. نبدأ نفتحها، في زر لوك هنا ندوس عليه تفتح معاك الترابيزة كده. هي بالمقلوب اول حاجة عندك القواعد بتاعة الترابيزة او الرجل بتاعة الترابيزة، هم اربعة بتقدر تطولهم وتقصرهم هنا في ده الزرار ده، بتدوس عليه وبعد كده بتتحكم بالطول اللي انت يناسبك. انا خليها كده اقصر حاجة. وهنا طبعا في لوك هنا اهو، اللوك ده علشان خاطر الرجل ما تفلتش. بشد اللوك ده كده خلاص الرجل ثبتت. اثبت الاربعة لوك اللي عندي. بعد ما ثبتت الاربعه لوك اللي عندي لازم اعرف ايه محتويات الترابيزه اللي عندي. هنا في مروحه ومروحه تاني كده، مروحتين. هنا في ده جزء البلاستيك ده، انا هشرح لكم الجزء ده مخصوص بايه وبيعمل ايه. اول حاجه لازم اقلب الترابيزه كده، لو ما قفلتش هنا يبقى هتقفل عليك. لازم تسندها على الاربع رجول بتوعها كده. هنا طبعا على الشمال اللي احنا بنحط اللابتوب بتاعنا، في جزء وقع هنا لكن ده مش عيب. الجزء ده بيقع عشان خاطر ده الجزء اللي عليه كوباية، تقدر انت تاخده وتغسله وتظبطه في اي مكان وثبته تاني بكل سهولة. هنا بتقدر تحط الماوس بتاعك طبعا، هنا المروحتين بتوعنا الفانتين اللي بيفضلوا شغالين. هنا في جزء من تحت عاوز اوريه لكم، الجزء ده ايه لازمته، بتفك كده تحط هنا وبتسند طرف الجزء بتاعنا على ازاي اهو، ادي الطرف بتاعه اللي طلع، بظبطه على الفتحه بتاعته هنا عشان خاطر ان انا اقدر اميل الترابيزه بتاعتي، بحيث ان انا لو نايم يبقى اللابتوب هيفضل مايل عليا لقدام. حاول اعدل الكاميرا كده، اللابتوب هيفضل مايل عليا لقدام، وادي الماوس بتاعي هنا وكل حاجتي كده مظبوطه. لم طبعا من الجزء ده تاني واقفل ولم الترابيزه بتاعتي بكل سهوله اهو. هنا فتحه اليو اس بي من هنا اهي، اليو اس بي بتاعنا عشان خاطر ان انت تقدر تشغل المروحه بتاعتك المروحتين. افصل اقفل الترابيزه ولم الترابيزه بكل سهوله. الم الحاجات بتاعتي خلاص، انا كده لميت الترابيزه بتاعتي بكل سهوله. لكن هنا اتاكد ان كل حاجه مقفوله تمام عشان الترابيزه تقفل. خلاص انا كده لميت الترابيزه بتاعتي، اقدر اخدها معايا في اي مكان وبكل سهوله. ممكن احطها في شنطه صغيره، شنطه ظهر او شنطه سفر، هيبقى الموضوع سهل جدا. خامه الترابيزه بلاستيك لحد ما قوي، اللون بتاعها المتوفر منه ابيض، والاجزاء اللي هي البلاستيك اللي هي اللي جايه معاها بتكون لونها اسود، وبيجي معاها زي كراسه ارشادات علشان تعرفك ان انت ايه اللي تقدر تعمله بالترابيزه.
بس هي دي الترابيزة الاي تيبل، تمنها 200 جنيه، تمنها 200 جنيه. يا رب تكونوا استفدتوا، شكرا لكم.